هي لينا، هي تكتب أغانيها أيضا، تكتبها أغانيها بالعربية، تكتبها بالدارجة الجزائرية، تكتبها أيضا بالفرنسية، وتكتبها بالإسبانية، وتكتبها بالإنجليزية. مؤخرا كانت يعني خرجت يعني أغنية جميلة جدا بالإنجليزية، وسجلت الكليب في لاس فيغاس، وهي نشيطة جدا يعني تعتمد على نفسها، تدرس الإنجليزية، وما تأخذه من هذا الشغل، من هذا العمل، تعتمد على ذاتها، لا تريد أن تعتمد علينا. تسافر، وهي مسكونة بالموسيقى. أنا أعتقد أنه في شيء من الوراثة، مسكونة بالموسيقى وبالشعر وبالأدب، خاصة الموسيقى والغناء. طلبت مني أن يكون لنا ديو، وربما سنقوم بذلك قريبا. نتمنى أن نسمع هذا الديو، الأكيد سيكون مميز.